أشرف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن اليوم الأربعاء بقسنطينة على الانطلاق الرسمي لإنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا لوحدة مجمع صيدال بالمنطقة الصناعية. وزار السيد بن عبد الرحمن رفقة وفد وزاري وحدة الإنتاج، أين تلقى شروحات حول عملية صناعة اللقاح الصيني كورونافاك المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19 لشركة سينوفاك الصينية والتصديق على المنتوج قبل دراسة الاستقرار والتسجيل. المخاطر اللي تحصلت على هذا الفاليداسيون هذه يعني قليلة وقليلة جدا. هذا يعني يعتبر هذا الفلاكون هذا فيه 10 جرعات من باكستان من لقاح، يعني وان شاء الله ينطلقوا في استعمال هذه الجرعات ايام مقبله. شرف وفخر انتاج اول لقاح جزائري ضد كورونا فيروس، وهذا يعتبر في حد ذاته انجازا عظيما بالنظر الى التقنيات والتحكم في هذه التقنيات والتكنولوجيات التي يتطلبها مثل هذا الانجاز. فيظن البعض بان هذا الانتاج يعتبر عن توظيف لمادة أولية، ولكن نقول لهم بأن هذا التوظيف يتطلب تحكم تقني وتكنولوجي جد عالي، حققه إطارات جزائريون وجزائريات، ونحن نفتخر بهذا ونهنئهم على رأسهم طبعا تحت إشراف السيد وزير الصناعة الصيدلية وتحت قيادة السيدة المديرة العامة لمجمع صيدال، وبمشاركة كل إطارات الشعب الذين شاهدتموهم معنا هم الذين حققوا هذا الإنجاز العظيم. هذه أول بذرة للجزائر الجديدة، وسوف نمضي في هكذا إنجازات مع مجمع مثل مجمع صيدال الذي دخل في مجال التحكم التكنولوجي والبيوتكنولوجي المعقد، وهذا طبعا تطلب تضحيات كبرى من طرف كل إطارات ومن كل طرف كل الكوادر البشرية الكوادر الجزائرية الوطنية التي يحويها هذا المجمع، وكذا الإمكانيات التي وضعتها الدولة الجزائرية من أجل الوصول إلى هكذا إنجاز. فمبارك للجزائر هذا الإنجاز الجديد، وإن شاء الله ننطلق إلى إنجازات أخرى.